السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم هند من اسطنبول، وان شاء الله غادي نكتشفوا مع بعضياتنا السوق المصري، ايضا كيتسمى بالسوق ديال التوابل او سوق العطارين، نظرا لانه متواجد فيه بزاف ديال المحلات اللي كيبيعوا التوابل، ولكن ماشي فقط التوابل موجوده هنا، كاين ايضا انواع ديال الشاي، يعني بزاف ديال الانواع، كاين المكسرات كما كتشوفوا، الشريحه، التمور بانواعها، ايضا الفواكه الجافه بكل الانواع ديالها، كاين محلات ذهب، كاينين محلات اللي كيبيعوا اشياء تقليديه ديال تركيا، وايضا اصحاب التذكارات اللي بغى ياخذ شي تذكار من هنا من تركيا. فهنايا متواجد كلشي ان شاء الله. اليوم غادي ندير واحد الجوله وغادي نعرفكم بهذا السوق اكثر واكثر، خليكم معايا. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كيف العاده ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم، ولا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا باش يوصلكم دائما الجديد، وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى الحب ديالكم. كيف كتعرفوا، كيف الناس اللي متبعيني عارفين، دائما قبل ما نمشي لكم لواحد البلاصه كنوريكم كيفاش يمكن لكم تمشيو ليها. هنا هاد الساحه اللي كاينه هنايا كتسمى ايمينونو، كاين هنايا نيت البحر، كاين العبارات اللي معروفين ديال ايمينونو، تما كاين واحد الساحه اللي كيكونوا فيهم الباصات من اللي كيديو مختلف المناطق هنايا، وهنايا هذه هي المعبر اللي غادي ندوزو بليه للسوق المصري. وهاد الجهه بالنسبه للناس اللي جالسين في تقسيم اولا في يعني في تقسيم واستقلال، كما كتشوفوا راه يمكن لكم تنزلوا راه البرج ديال كلاطه وتنزلوا على رجليكم، كتقطعوا غير هذوك الجسر اللي كاين تما وتوصلوا لايمينونو، يعني على رجليكم ساهله لكم، يعني ما غتاخذش لكم الوقت بزاف بلا ما تاخذوا لا طاكسي لا حتى شي حاجه. المسافه ماشي بعيده وماشي قريبه بزاف، يعني واحد 15 دقيقه 20 دقيقه على حسب الاوتيل ديالكم فين كاين. كتنزلوا من هنا كما كتشوفوا لتحت، راه كاين تماك ايضا محلات بزاف كيكونوا كيبيعوا، وكتطلعوا في ديك الدريجات غير كتقطعوا، حيت الشانتي ما يمكن لكمش تقطعوه من الفوق، فكتنزلوا من التحت. وهنا كما كتشوفوا هذا هو المسجد الجديد، والجنب ديالو هو السوق المصري، هو هذا اللي كنشوفوه مسقف على برا. كاينين تماك الباعه ديال اللي كيبيعوا الفواكه الجافه والمكسرات، كيبيعوهم تماك ان شاء الله، غادي نهضر لكم عليهم حتى هما من بعد. اللي بغى يشري شي حاجه ياخذ، ونصحكم بهذا الاول اللي كيكون على الطرف، دائما كناخذ عنده، كيكون عنده الاثمنه مزيانين وحتى الجوده عاليه. هذا هو السوق المصري كما كتشوفوا، سوق موجود من 1664 قديم، عنده 6 ديال المداخل. هذا المدخل اللي دخلنا منه دابا هو المدخل الرئيسي اللي كاين بجنب المسجد الجديد اللي كي راه كيجددوا فيه، كي رموا فيه. ملي كتدخلوا كتطلع معكم واحد الريحه ديال التوابل، الريحه ديال العطور، واحد الريحه يعني خاصه صراحه كيحمقني نمشي تماك. اصحاب المحلات دائما كيعرضوا عليكم باش تذوقوا اللوكوم او تذوقوا الحلويات ديالهم، هكا كتكون واحد المنافسه، نظرا لان كيكون محل حدا محل فكيعيطوا عليكم باش تدخلوا تذوقوا. بالنسبه للغه ما تخموش، اغلبيتهم كيهضروا باللغه العربيه اولا كيكونوا عرب كيشتغلوا معاهم، فحال دابا هاد التركي غيتكلم معايا باللغه العربيه باش نخليكم تسمعوا واش غيقول ليا. شوف اختي، هذا شاي الرمان اورجينال، كلها ناتورال فروكتو، شاي تفاح، هذا شاي ستوماخ ميدا، شاي ريلاكس، شاي توت، شاي لوفتي، شاي كولسترول. في بهارات 7 هذا عشان لحمة، عشان كل شيء عندي، في بهارات سلطة، في بهارات كوفتة، very nice. في بهارات سمك، دجاج، في فلفل، في بهارات شوربة. كما كتشوفوا راه هما تيهضروا بالعربيه، راه كيكونوا عندهم ناس كيهضروا بالعربيه، يعني ما يمكنش مشكل ديال اللغه. هادو هما لي بري الفوق، وكيقدر يدير لك كما قال هو دابا التنزيلات، يعني كينقص. السلطان اسمه اللي كتهضروا
تركي بديس بجنب بقى انا يعني مزور لهم ابا الله هو ايش كلام 150 ليرة. كما شفتوا فالبائع فهو تركي هذا عنده سوري ولكن هو كان كيهضر معايا يعني بهذيك العربية ديالو ولكن منين هضرت معاه بالتركية هو يتصدم. أنا ما بغيتش نهضر معاه من الأول بغيت نخليه باش يبقى يهضر معايا. منين هضرت معاه هو يقول لي على قبل هذا الريحة اللي ريحة ديال السلطان ديال الحريم السلطان كيقولوا ليها. صراحة الريحة غزالة دار لي في يدي تبقات لي شحال رجعت للدار وغسلت وبقات. هذوك القريعات الصغارين دير ليهم 160 ليرة ولكن ملي هضرت معاه قال لي منين انت كتهضري بالتركي يعني عايشه هنايا غنخليه ليك 150. وقلت ليه واش ان سون فيات عقلو ان سون فيات هي اخر ثمن هو يقول لي ونخليها لك 140 ليرة نقص ليا مازال تقريبا شي 100 درهم 9 ديال الاورو. دائما تشطروا ما تاخذوش الثمن اللي قال لكم. بالنسبه لهادو اللي كيطحنوا هذاك الابزار هكاك حبوب هادو دايرين 40 ليره ولا شي 30 درهم 3 اورو. كاين هادو ديال العطريه ب 120 ليره تقريبا نقول واحد 85 درهم 8 اورو وكتختلف الثمن من واحد لواحد. بحال دابا هادو اللي كيبغيو يديوهم كادو ولا كيعطيوهم شي حد ولا هما نيت يديوهم بحال كف السفر ولا هذا كيديروا كل عطريه بوحديتها. عاد كاينين هاد المعينات اللي كيكونوا مزخرفين. بالنسبه لهنايا هذا اللوكوم داير ليه 116 ليره للكيلو. بالنسبه للوكوم راه كاين بزاف ديال الانواع ما كاينش غير نوع واحد. كاين لي بمكسرات وكاين لي خاوين يعني تقريبا نقول شي 80 درهم مغربيه شي 7 اورونس. وكاينين هادو معنات كما كتشوفوا راه الثمن محطوط 1350 ليره 1350 ليره يعني الصوينيه كامله بالكويسات ديالها وهذوك البصلات الصغار اللي لتحت وبالبراد. شي حاجه زوينين صراحه عجبوني وخا جاب الثمن شويه قاصح ولكن غالبا غيكونوا نحاس يعني تقريبا واحد 1350 ليره تقريبا نقولي واحد 1000 درهم ما كاملاش 1000 درهم شي 90 اورو. بالنسبه للبيستاش راه كاين بزاف ديال الانواع ردوا البال في السوق المصري حاولوا ما تشريوش هادشي ديال البيستاش وداكشي كيكون شويه زايد في الثمن وريكم برا. كاين هاد البيستاش اللي كيكون حمر غزال بزاف هذا هو اللي تيعجبني مي كيكون الثمن ديالو زايد على الاخرين. هنا تقريبا داير ما بين 140 درهم حتى تقريبا نقول شي 200 درهم. المهم من بعد غنوريكم بلايصه ترخص منين يمكن لكم تشريو. هذا كيبيع البكلافا داير ليها 100 ليره هي رخيصه ولكن ما ننصحكمش بهذه كتكون شويه بارده ما كتكونش عندهم زوينه حيت ماشي سبيسياليتي ديالهم يعني بلا ما تاخذوها 100 ليره تقريبا نقول شي 70 درهم الكيلو 6 اورونس. كاينين الناس كياخذوها بحال هكا كيديوها هنايا راه كيصاوبوا لكم كلشي. هذا كيدير لكم ديك الخاوين يعني ما فيهم لا بيستاش لا حتى شي حاجه لكم خاوي 30 ليره تقريبا نقول واحد 20 درهم شي جوج ديال الاورو. هذا عنده الفرماج عنده السوجوك عنده العسل كما كتشوفوا الحر. بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما ذاقوا السوجوك زوين راه غتشوفوه هنا في الفطورات الا بغيتوا تاخذوه معكم راه ما كيخسرش يعني كيكون اونبالي مقاد مصاوب. كما قلت لكم كاينين حتى محلات اللي عندهم هادشي داكشي ديال التقليدي ديالهم البلدي. كاين حتى هنايا النقره داكشي فحال الديزاين ديال حريم السلطان وداك الخويتمات هكاك بالحجار كبير وهذا غير ردوا البال من الاثمنه لحقاش هنا كيزيدوا فيه بزاف وبعض المرات كيعطيوك شي ثمنات خياليين يعني ما عمركم نقول لكم واحد الثمن وتاخذوه يعني دائما سولوا في بلايص اخرين اولا حاولوا تشطروا راه بعض المرات كينزل لكم حتى النص الا شافكم باغين تشريو ولكن مترددين جاكم غالين كيبقاو نازلين بعد المرات يقول لك 200 شويه يقول لك وصافي خدي غير ب 100 ما تجي توصلي للباب يقول لك 50 يعني ردوا البال. هذه العين ديالهم اللي دائما كتلقاوها في البيوت كاملين. كاينين حتى الذهبيه هنا بزاف ديال المالين الذهب بزاف الناس كيسولوني على الذهب ملي كتاخذي الذهبين انا نوريكم الذهبي اللي كناخذ من عنده كاين نيت هنا في السوق المصري. ما غنقولش لكم سيروا عنده هو راه مزيان ولكن انا صراحه كنمشي عنده ما عمره ما نصب عليا حتى شي حاجه. عنده أثمنة مزيانة اللي هو هذا سميتو إلماس هو هذا إلماس الرقم ديال المحل ديالو 38 هذا هو اللي كنتقدم عنده. صراحة كيعجبوني لي موديل عنده زوينين عنده الاختيارات. وكما قلت لكم دائما تشطروا واخا عند الذهبي جرجروه مزيان انا راجلي كيعرف ليه كيبقى مني منك.
هذا كيبيع دوك ديال السطرانج والضامة وداكشي ديال الرجال. كما كتشوفوا راه ما كاينش فقط غير العطريه اللي كاينه هنايا، كاين بزاف ديال الحاجات عاتي، ولكن الريحه هنايا واحد الجو وديك اللوينات وهذا ما كتسخيش تخرجي صراحه. هنايا راه كاين كما كتشوفوا هذا هو الباب اللي دخلنا منه، وعاد كاين واحد الدخيله هكا على اليمين وعلى اليسار ديالك. هنا غادي نوريكم شويه الاثمنه، راه كتشوفوا هذوك الاثمنه 400 ليره 500 ليره للكيلو، فحال هذا الملح ديال الهيمالايا 80 ليره الكيلو، هنا راه رخيص. كاين هذا الملح ديال الليمون كيديروه بزاف، الليمون الحامض زعما الحامض كيديروه بزاف في الوصفات ديالهم. هنا سكينجبير والخرقوم وهذا، ولكن صراحه زعما مني ليكم نقولها لكم انا، هاد العطريه ديالهم العاديه يعني الخرقوم وداكشي كتجيني ديال المغرب احسن بكثير. انا العطريه دائما كنجيبهم من المغرب ما نكذبش عليكم، ملي كتسالي ليا وكناخذها من هنا ما تتعجبنيش وما تجينيش بحال ديال المغرب يعني بكل صراحه. العطريه ديالنا كتبقى بنينه، اما التحميره ديالهم هنا ما عندها لا سر لا لون لا حتى شي حاجه. حاجه وحده اللي كتعجبني هنا هذوك العطريه المخلطه بحال ديال الكفته شاورما، مازال هذوك كناخذهم. وكاينه حتى وحده زوينه ديال البطاطا غادي نقولها لكم من بعد. هادو كيبيعوا هنايا صابونات لداخل فهاد لي بواط، وكيكونوا مزخرفين بحال هكاك غزالين كيحمقوا ب 15 ليره تقريبا، نقول 10 دراهم مغربيه واحد الاورو. وكاينين اللي كيكونوا طوال، كاين اللي كيكونوا فيهم مرايا، كلهم كيكونوا فيهم ديك الزخرفات اللي كيدلوا على العثمانيين اولا كتكون فيهم مكتوبه اسطنبول. هادو كاملين هنا تقدروا تشريوهم، يعني كاينين المحلات اللي كيبيعوا هادشي رخيص كما كتشوفوا هادو، فهما الثمن ديالهم رخيص. مثلا دابا هادو اللي كيتحطوا تحت من الكؤوس كتاخدي 4 ب 30 ليره، وحده ب 8 ليره، يعني 30 ليره كتجي تقريبا واحد 21 درهم، جوج ديال الاورو زوينين 4. هنايا هاي العطريه كما قلت لكم، بالنسبه ليا انا كناخذ العطريه من المغرب كنجيبها معايا من غير الا سالت ليا، وهذوك الخلطات اللي عندهم زوينين يعني غير ما تكثروش بزاف. هنايا هذا كيبيع دي طاس صراحه كيحمقوا فنين، غير هما هادو كيكونوا شويه الاثمنه عندهم زايدين، يعني كتكون شويه دقع لني فردوا البال، غير يعني ما عمركم ما تسرعوا اولا تزربوا. الا خرجتوا من هاد السوق يبان لكم السوق ديال محمود باشا فهو احسن، فيه الاثمنه احسن، يعني كاينين شي حاجات اللي هنا زوينين وما تلقاهمش على برا. وكاينين كما كتشوفوا هنايا القفاطان، كاين اللي كيبيعوا دوك الشيلان كيكونوا دوك ديال الكشمير الفري وهذا، كيكون الثمن ديالهم شويه زايد. غير حاولوا انكم تسولوا على الاثمنه. كاين حتى السيد كيبيع داكشي اللي خاص بالحمام، الصابون ديال الحمام، هذوك اللي كيداروا اللي كما كتشوفوا 75 95 85 ليره، هذوك كيداروا على الخصر ديالك ملي كتدخلي الحمام، كتدخلي ما كيدخلوش هنايا عريانين يعني كيدخلوا مغطين حتى كتمشي للبلاصه ديالك. كاينين ولا كاينين اللي هذو اللي كيتلبسوا بحال هكاك، وكاين حتى ديال لابيسين كيكونوا خفافين. هذا الصابون كيكون صابون طبيعي 100%، كل صابونه وباش كاين ديال الكبريت ديال القهوه ديال الطين، بزاف ديال الانواع راه كيكونوا كاتبينو حتى باللغه العربيه، دايرين 30 ليره حتى هما شي 20 درهم هكاك، جوج ديال الاورو الوحده. كما كتشوفوا انا مشيت في الصباح بكري، الصباح بكري كيكون الدنيا شويه مرخوفه ومزيانه. هذه هي الشريحه ديالهم اللي كتحمقني، واخا الشريحه هنا شويه غاليه كبيره وكتكون مهبره. هادو الانواع ديال الشايات الورود، يعني عطى الله ما يتشرى وما يتشاف الا دخلتو هنايا صراحه كتذوقوا. كما قلت لكم هاد السوق كيتحل مع 8 ديال الصباح، عقلوا ليا 8 ديال الصباح، وكيسد مع 7 ونص ديال العشيه، 8 حتى 7 ونص ديال العشيه طيله ايام الاسبوع. غير هو يوم الاحد ما ننصحكمش انكم تمشيو، لان المنطقه اغلبيتها كتلقى بزاف ديال المحلات اللي مسدودين، يعني غادي تمشيو غتلقاو شي حل وشي سد، دونك من الاحسن ما تمشيوش نهار الاحد، خليوها في السيمانه يعني من اثنين حتى اليوم السبت، وبعدو على السبت حتى هو حيت كتكون الدنيا عامره تما. هادو هنايا كيديروا التمر كيلصقوا فيه الكركاع واللوز وداكشي كيكون يعني مقاد مزيان.
وهنايا باش مزيانه فحال دابا ملي كتبغيو تشريو حتى التوابل اولا تشريو البيستاش اولا اي حاجه، ملي كيعرفوكم انكم مسافرين كيديروا لكم واحد البلاستيكات وكيشفطوا منهم هذاك الريح اولا داك البرد، فكيلصقوا مزيان وما كيشدوش لكم بلاصه في لي فاليز. هنايا هادو كيبيعوا داكشي اللي مخدوم باليد، لي ناب ولي زور كما كتشوفوا. كاينين حتى اللي كيبيع هذوك السيكان المقلدين ديال غوتشي وشانيل وداكشي، ما ننصحكمش بهادو اللي هنايا فهم شويه تيغليو. بالنسبه هنايا الفواكه الجافه كما كتشوفوا زوينين كيشهيو، كاين عندهم بزاف ديال الاختيار، يعني كاينين شي حاجات اللي بصراحه ما عندناش زعما ما كاينينش عندنا، هما كيجفوا تقريبا كلشي حتى الشريحه، يعني الكرموس هو مجفف، المانغ، كلشي تلقاوه هنايا موجود. العطريه كما قلت لكم حاولوا تسولوا على باتاتيس بهارات، باتاتيس لي بهارات، هاد البهارات ديال الباتاتيس اولا ديال البطاطا غزالين بزاف. ملي كتقلي البطاطا كترشي هكا من الفوق كيعطي واحد اللون هما بحال اورانج البرتقالي. هادو اللي كتشوفوا راه ماشي كيوسه ولكن باش كيديروا الليفه باش كيديروا الصابون، فهما طبيعيين هادوك راه كينبتوا طبيعيين ما كيجمعوش البكتيريا وداكشي. درا غتلقاو كيتباع مع التمر، سبق ليا وشاركتو معكم هذا الكبير اللي على اليمين، هذاك هو كاكي الكاكي، عرفتوا الفاكهه ديال الكاكي كيجفوها وكتولي بحال التمر، المذاق ديالها زوين وحلو. داير شي 125 ليره للكيلو تقريبا، نقول شي 90 درهم مغربيه 8 اورو. كما كتشوفوا كاين التمر، كاين الشريحه اللي معمر بالقرقاع، كاين هذا اللي كيدير التركيبه ديال العطر خاص بك، يعني كتدخلي هو كيصاوب لك واحد العطر على حسب انت اشنو بغيتي الريحه ديالاش، يعني اللي غالبه. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الماورد، كاين هذا الماورد اللي كتشوفوه طبيعي وزوين، راه زوينه هذه الماركه حتى انا كناخذ من عندها. وهذا كيبيع صابون طبيعي، كيبيع كريمات هما طبيعيين، كيبيع هذيك الكولونيا اللي معروفه عندهم هنايا ضروري اي دار كتدخل كيرشوا عليك الكولونيا اولا كاين بعض المحلات، وكاين لوكوم، يعني اي حاجه بغيتو يمكن لكم تلقاوها في هذا السوق. كما قلت لكم غير ردوا البال للاثمنه. واهم مشروب للفتره ديال الشتاء اللي هو السحلب، ومن لا يعرفه هذا السحلب انا كنشريه كنصاوبو في الدار، ويمكن لكم تاخذوه في الزنقه كيبيعوا شويه غالي. بالنسبه للثمن ديالو فهو الكيلو 150 ليره تقريبا، نقول شي 100 درهم للكيلو، شي 10 اورو هكا 100 وشي حاجه، 10 اورو للكيلو. ولكن كاين واحد جوج ديال الانواع، كاين هذا النوع اللي كيكون براتيك كيكون كيتخلط بالحليب عادي وصافي، وكاين واحد النوع اللي هو غالي وقلا شي 700 ليره ولا 800 ليره للكيلو، كيستعملوه هذاك غير اصحاب المحلات اللي حيت كيعرفوا عنده واحد التكنيك باش تخدميه. بارليا دابا نيت غدي معايا حتى يحمقني. الطريقه ديالو ساهله، كتاخذوا كاس ديال الحليب كديروا فيه تقريبا واحد جوج ديال المعلقات صغار ديال السحلب وكتخلطوه مزيان وهو بارد، عاد كديروه غير ماشي غلي ولكن المهم سخن مزيان، ومن بعد كترشوا عليه القرفه من الفوق كيتشرب في ايام البرد غزال غزال غزال. هذه الحنه كيسميوها هنا كنا كنا 80 ليره للكيلو، وهذا محمد افندي اشهر واحد كيبيع القهوه التركيه، راه كتلقاو عنده الصف هنايا راه الصباح والصف راه غير صغير، اما في العشيه راه كتلقاو واحد الصف كبير 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 بزاف. الريحه ديال القهوه هنا كتحمق كما كتشوفوا، راه بادي من 10 ليره حتى ل 140 ليره واللي بغيتي العدد اللي بغيتي، يعني كل ساشيه والثمن ديالها. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم القهوه التركيه، هنا الدنيا بدات كتعمر، غتقولوا لي ومنين غادي نشريو المكسرات؟ هاد عثمان اولو صراحه عنده اثمنه زوينين، كاين جوج، كاين هذا وكاين واحد في الطرف يعني في الدخله كما قلت لكم منين دخلنا في البديه السوق المصري على يديكم اليمين، كاين واحد شاد الطرف، يعني هاد الصف كامل كيبيعوا فيه الزيتون بالانواع ديالو، كيبيعوا فيه كما كتشوفوا هنايا هاد اللحوم اللي كتكون مجففه فحال السجوك ديالهم، كيبيعوا بزاف ديال الحاجات هما الاثمنه، يعني حاولوا انكم تذوقوا. بالنسبه لهاد اللوكوم رخيص راه ما كيكونش زوين بزاف، يعني حاولوا تردوا البال الا كنتو غادي تاخذوا خذوا شي حاجه اللي زوينه. وكما كتشوفوا هذه هي الساحه اللي كاينه تماك، وهذا
تماك المدخل اللي دخلنا منه في الاول على اليمين. هنايا هادو الباعه كاملين اللي قلت لكم راهم مستفين، كل واحد واشنو كيبيع. كاين حتى هاد الحلوه اللي كنطقت في الاول، هي فحال لوكوم ولكن يعني مجدده زوينه بالكيندر بوينو وداكشي. هذا هو اللي قلت لكم في الدخله عنده الاثمنه معقوله وعنده حتى الكاليتي مزيانه. ما تمشيوش تشوفوا غير الاثمنه، بارفو كتشوفوا بيستاش كيكون رخيص ولكن ملي كتجيو للدار وتشوفوا كتلقاو نصو اللي هو خاوي لداخل، اولا كتلقاو اللي هذوك اللي لداخل خايبين يعني ماشي مزيانين ماشي صالحين للاكل. كما كتشوفوا هذيك الدخله اللي دخلنا منها وهو جاي هكا شاد الطرف، راه كتلقاو ديما الدنيا عنده عامره وعنده داكشي زوين. يعني نصيحه من عندي انايا، ولكن كيبقى لكم نتوما الاختيار، دوروا وشوفوا وذوقوا، راه كيعطيوكم الحق انكم تذوقوا، ما كاين حتى شي مشكل. المهم بغيت نوقف هنايا الفيديو وبغيت نوعدكم ان شاء الله كاينه تتمه ديال هذا الفيديو اللي غادي نهضروا ان شاء الله على المكان هنايا اللي كيبيعوا فيه المستلزمات الحلويات. دائما كيسولوني عليه خصوصا البنات، كيسولوني على المستلزمات الحلويات داكشي كيحمق. وغادي ندير لكم ايضا واحد الجوله على محمود باشا اللي هو الشارع اللي كاين مورا هاد السوق المصري اللي فيه بزاف ديال المحلات بزاف ديال الحاجات. وغادي ندير لكم حتى الاكل اللي كاين زوين في هاد المنطقه فين يمكن لكم تمشيو كيف العاده وانتم مغمضين عينيكم. كنشكركم بزاف على المشاهده وكنشكركم على الدعم ديالكم، ونقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.